دايما الفنانين المبهجين دايما بيواجهوا الاحزان، وده اللي حصل مع صانع البهجة الفنان جورج سيدون. كان واحد من هؤلاء اللي تعرضوا لمواقف صعبة، وهو من المشاهير قليل الحظ حتى في وضعهم، وكان من الصعب على قدرته النفسية ان يتآمر عليه شقيقه وان تصل ظروفه المادية والصحية لهذا الوضع في ايامه الاخيرة. حكايته الطفولية كانت لا تستحق كل ذلك من شقيقه امير سيدهم، اللي كان واحد من اهم اسباب تدهور صحته ويرحل عن عالمنا منذ وقت قريب بإحدى مستشفيات مصر الجديدة عن عمر 82 سنة. الطعنة جت من أقرب الناس ليه، وده بعد ما استيقظ جورج سيدهم ووجد أمواله وأملاكه كلها اتباعت بأمر من أخوه أمير سيدهم وهو مازال على قيد الحياة. وهذا ما كشف الناقد السينمائي طارق الشناوي في مقال بعنوان الشيطان الذي سامحه جورج سيدهم. أخوه كان أصغر منه بثلاث سنين، ويبدو أن الراحل الضاحك كان يثق كثيرا في أخيه وولى له الكثير من أمور حياته، وأبرزها كان أنه يدير فرق الثلاثي أضواء المسرح وتولى جميع المسؤوليات المادية والإدارية التي تضمن للفرقة استمرارها. ائتمن جورج سيدهم شقيقه واستعان بواحد من المحامين لتوثيق توكيل عام يتيح له التصرف في أمواله وممتلكاته. وفي يوم وليلة باع أمير كل شيء بيمتلكه جورج وهاجر لأمريكا، واستيقظ جورج على الخيانة الأكبر في حياته. لم يتحمل الطعنة من أقرب الناس ليه، وأصيب بجلطة أفقدته القدرة على الكلام والحركة، وكانت سبب في تفاقم وضعه الصحي حتى غيبه الموت عن عالمنا دون أن يشعر بوفاته أحد. يوم وفاته كان يوم من أيام الكورونا، وكانت البلاد بتشهد أوضاع احترازية بسبب تفشي الوباء. الفنان سمير صبري بيتذكر بيحكي عن أول جلطة أصيب بها صديق كفاحه جورج سيدهم، وتم نقله للمستشفى في مدينة نصر، وكشف أن صديقه لم يتحمل الصدمة بعد ما تفاجأ بشقيقه في لحظة بيبيع كل شيء وبيهاجر وبياخد كل شيء حتى الأموال اللي كانت مخصصة لثلاثي أضواء المسرح. الفرقة الاستعراضية اللي كان بيتولى جورج أمورها هو وصديقه الفنان سمير غانم وثالثهما الفنان الراحل الضيف أحمد. الجلطة اللي أصابت جورج سيدهم أدخلته فعاكات صحية متعاقبة أدت لوفاته، أثرت على مراكز النطق فلم يستطيع حتى التحدث سوى بكلمات قليلة ليست واضحة. للأسف محدش كان بيقدر يفهمه غير زوجته الدكتورة ليندا وبعض أصدقائه من الوسط الفني كسمير غانم. خيانة أمير لجورج أنهت حياة سيدهم الفنية للأبد، وفضل بعيد عن الفن حتى وفاته المنية. وطول المدة دي لم يظهر سوى في إعلان تجاري لإحدى شركات المشروبات الغازية في سنة 2014 بصحبة شريكه في مسرحية المتزوجون سمير غانم وشيرين، وللأسف ظهر على كرسي متحرك وبتظهر عليه علامات المرض. أنا هنا خلصت الفيديو، اوعى تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم.